الرجال والمرأة عندهم أساليب وطرق مختلفة لحل المشاكل، وكل حدا منهم بيفكر إنه الطرف الثاني حيتعامل مثله تماماً، يعني حيفهموا على بعض. بس بالحقيقة الرجال مش فاهم المرأة ولا المرأة فاهم الرجال. في رجال لما يصير مشكل ببلشوا صريخ وبيفكروا إنه هيدي طريقة لحل المشكلة، وبعدين ببوسة أو غمرة كل شي حيكون منيح. بس المرأة آخر شي بالعالم بيكون بديه هو البوسة أو العلاقة الحميمية، هي بحاجة تحل المشكل بالأول. المشاكل مش هي اللي بتنزع الزواج، رفض حل المشكل هو اللي بيدمر الزواج. خلينا نقول في 4 موانع بتخلينا مش قادرين نحل أي مشكلة. المانع الأول الاستخفاف، الاعتراف والاعتذار عن الأمور يلي ممكن تسبب مشكلة للشخص الثاني هو واحد من أهم المفاتيح لحل المشاكل. المانع الثاني تبرير، تبرير لحالي بخليني أرفض أقبل أعترف بالغلط، فبدل ما أنكر غلطتي لازم أتحمل كل المسؤولية. المانع الثالث الاستسلام، يعني بتصيري تقولي لحالك كل مرة منتناقش بهالموضوع بيقلب لخناقة، بتحاولي تتجنبي المواجهة بس المشكلة بعدها هي ذاتها. المشاكل يلي ما انحلت بتكون مثل بيبي صغير، كل ما غزيتيه غضب جسمه بيكبر. واجهي الموقف بس اختاري الوقت المناسب لتقدري توصلي للغفران والشفاء. رابع مانع الاعتذار غير الكامل، اوقات لما تقولي سوري او بعتذر او بفتكر يلي عملته مش صح ممكن يكون له نتائج أسوأ من انك ما تقولي شيء. بس لما تقولي انا عن جد بعتذر على اللي عملته وبتحمل كل المسؤوليه وانا طلبت من الرب يسامحني وبدي انت كمان تسامحني وحجرب ما تتكرر هالغلطه، هالشي اكيد حيكون مختلف. الزواج هو اتحاد بين شخصين مستقلين بس مش كاملين. خطة الله للزواج انه يكونوا الاثنين واحد، وهو امين وقادر يوحد قلوبكم وحياتكم بعلاقة كاملة وصحية. تواصلي مع جوزك واحكي معه وشاركيها الحلول وشجعوا بعض التبقوة. واذا عم تقطعي بمشاكل بعلاقتك مع جوزك تواصلي معي لنصلي سوا.